طب نسمع حاجة بشاتش، يلا نكسر بقى الكلام. شوفوا الصحفية دي اللي اللي بتغني. ايوه بقى. الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد. يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد سعيد، ما نور الصبح بان وفتحت له كل البيبان. صبح علي والجيران، صبح علي والجيران، وقال يا ألف نهار سعيد، نهار سعيد. برافو. يا سلام يا جماعه. على فكره طبقة صعبة جدا ومن الاغنيات الصعبة، مش قوي. وصوتها فيه كتير من شادية، والضحكة الحلوة دي. عندي سؤال ليكوا. عادة الناس بتبقى مش حابة تتعرف على بعض، احنا ناس بروية بطبعنا الحمد لله. بس مش عندنا بلاقي انه ربنا كنا كده. كنا انا شخصيا كنت كده. ان هو انا بقى هعرف مش عارف ايه، مشاكل كتير، ناس كتير، فانه ده مش سهل ان انا اطلع بره البابل بتاعتي او البالونه اللي انا عايشه جواها وابتدي اتعرف على 400 بني ادم ما شفتهمش في حياتي في سن مش صغير، في الأربعين، في الخمسين، 30 في يعني ان انا عشت عمري كله في الاخر دلوقتي حد يعرفني على حد اللي هو الخطوه دي. عايز اعرف كل حد فيكم خدها ازاي وغيرت في حياته ازاي. اقول لك يلا 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 يا نيفين. اوكي. انا يعني مايا عبد الحكيم هي بصراحه هي اللي ليها الفضل في القصه دي. انا فجاه انا مش بتعامل قوي بسوشيال ميديا وليا بقى في ماسنجر وكلام من ده، بيجي لي رسائل انت عارفه بيجي لك حاجات ما بطنش. بتفرج من بره ماليش دعوه وما ردش على حد. فلقيت مايا بعتالي رساله جميله جدا على الماسنجر يناير، كانت يناير 21. اوكي. وانا كنت ساعتها في توقيت يعني بعاني من فقد والدي ومريضه وقاعده في البيت وماسكه الموبايل ببص في الرساله، لقيتها بتقول لي انا مي عبد الحكيم صديقه منى الدغيدي، لو حضرتك وانا سعيده بجد وانا اسفه على ازعاجك، لو حضرتك تحبي ان انت تجتمعي معانا في عيد ميلاد نوني، ده هيكون حاجه حلوه قوي، فيا ريت تبلغينا. انا اولا حتى نوني لما تعرفت عليها، انا تعرفت عليها من الفيسبوك وقت الكورونا، طبعا كلنا كنا قاعدين وماسكين. شدتني شده غير طبيعيه، وانا اللي بعت لها على الماسنجر ولقيتها بترد عليا، ما تخيلتش انها هترد عليا. يعني ردت عليا وقلت لها انا لا تفاعل رهيب. بس فانا حتى ما اول سؤال سالته قلت لها انت تعرفي منين ان انا اعرف؟ انا ما اعرفهاش شخصيا، انا اعرفها على الفيسبوك وبعلق على كل فيديو بتحطه على كل بوست، وابتدت حكاوي نوني كمقالات كده بتكتبها نوني على الفيسبوك. حاجات مقتطفات من الكتاب. كل ما اقرا حاجه كم ست على فكره في مصر من اللي بيكتبوا السجود، الناس بقت اصدقائها ونوني. يعني مثلا طبعا احنا مش عايزين كل مره بنقول انها دي ام اسر ياسين. ايوه. على فكره يعني ما كنتش اعرف احنا لما بنقول نوني حقيقي، لكن مش هنقول نوني ام اسر. الفكره مديره النشر والطباعه في دار المصريه اللبنانيه قالت لي انا ما كنتش عارفه ان انت مامت اسر. فدي حسيتها ان هي بوينت ليا، ان الكتاب اللي بكتبه عجبها. القراءات بقت باينه على الفيسبوك وحياتك مش حاطه اي حاجه عليها. انا ما كنتش اعرف وانا بقرا الكلام ده، انا ما كنتش اعرف ان نوني تبقى مامت اسر خالص. انا عرفت بعدين متاخر. بس فما اعرفش مي بطريقتها واسلوبها الجميل لقيت نفسي ان انا طب اجرب جاذبه بقى اجرب وانا خايفه، اللي هو انا رايحه اقابل ناس انا ما اعرفهاش، مش شفتهاش قبل كده. بعدين
فعلا رحنا وكان اول مره اقابل حتى شيرين، جت صدفه ان هي تقعد جنبي فاحنا الاثنين قاعدين لازقين في بعض واحنا ما نعرفش بعض اصلا. انت جيتي حاجه زي كده قبل كده؟ لا. انت جيتي حاجه زي كده؟ لا. كميه ذبات رهيبه. بصي يعني الجروب اهو على الشاشه. اه بالظبط بالظبط. لا ده عدد ما شاء الله، ده 400. لا 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 بيبقى الماكسيمم 80. اه اوكي. لا لا يعني مش لا مش كل مره 80 دول هم المره اللي بعديها هم نفس ال 80 في تغيير. بيحصل ظروف للناس انها ممكن ما تفضيها مش فاضيه مش بس. فطبعا كانت بالنسبه لي تجربه يعني جديده بالنسبه لي، عمري ما دخلت حاجه زي دي. وبعد ما اتقابلنا حبيت القعده، القعده جميله جدا زي ما قالت نوني بالظبط، فرفشه وزقططه، ما فيش بقى وجع دماغ وده بيبص لده وده بيتكلم على ده، ما فيش كلام من ده خالص، احنا رايحين نتبسط وبس.